هل انت ممكن ان انت تضحي بحياتك عشان راجل؟ هل ممكن تضحي بكل حاجة حلوة فيكي عشان حبيبك؟ ايه رأيك يا شيري؟ بصي، هو لو جينا نتكلم عن الجزئية دي او كعنوان، انا بشوف ان الموضوع صعب شوية. يعني بواقع خلينا نقول الموضوع صعب شوية، فكرة ان انا اضحي بحياتي عشان راجل تقيلة شوية. بشوف ان التضحية بالحياة بتكون بس علشان، او خلينا مين اللي بيضحي بالحياة؟ الام بتضحي علشان ابنها او بنتها، لكن حد يضحي بحياته عشان راجل دي حاجة غير متعارف عليها. لكن التضحية بقى، نتكلم بقى التضحية فين مداها لأي درجة، ده اللي ممكن ايه نقول بقى حاجات فيه كتير قوي. دايما كانوا بيقولوا ايه اهم حاجة ممكن تكون عندي، ايه اهم حاجة ممكن ان انا احس ان انا كده ملكت الدنيا وما فيها؟ قبل المال، قبل الولاد، قبل العز والعربيات والموبايلات، الصحة الصحة الصحة. صحتك كويسة هتقدري تحبي جوزك وتلبي طلباته، صحتك كويسة هتقدري تربي أولادك وتروحي معاهم وتيجي معاهم، صحتك كويسة هتقدري تروحي شغلك وتنجزي وتتعبي وتتقدمي. أما لو أهملتي في صحتك عشان راجل أو عشان ابنك، حتى في الآخر أنت اللي هتخسري. صحتك دي تاج على راسك، تاج تحافظي عليه. مفيش أي حد في الدنيا أيا كان يساوي وقوفك على رجلك، يساوي ان انت بتروحي وبتيجي بتدخلي التويلت وبتسوقي ومع نفسك. صدقيني دي نمبر 1 قبل الفلوس. الناس يا جماعه اللي بتروح تبيع اعضائها عشان تاخد فلوس تقولك اصل الفقر، انزل واشتغل واتعب، اشتغل عندك من، مش لازم ان انت تشتغل مدير اداره على فكره. ما يعني ما فيش حد فينا بدا من ان هو بقى مدير او بقى رئيس مجلس اداره او بقى، لا كلنا على فكره بدانا من يعني ليفلات او من يعني حدود اقل. ما تجتهد صح. عارفه يا ياسمين، لو جينا نقول انه كلمه التضحيه، احنا لازم نضحي بس مش لدرجه حياتنا. يعني في حياتنا ما بين، خلينا نقول ما بين الست والراجل، لازم يكون في تضحيه ولازم يكون في تنازل، ولكن هنا العطاء او التضحيه ليها درجه. طيب امتى انا بقول اضحي في المقابل؟ انت بتضحي ازاي؟ او هنا في درجه تنازل بيني وبين الطرف الثاني. هنا اقول لك لازم نضحي بس مش بحياتنا، العمر مش بعزقه. بالظبط. بس الفكره كلها نضحي عشان الحياه تمشي، نضحي بوقت، نضحي بحاجات نعديها، بمواقف، بعطاء. الفكره كلها بقى، وده الاغلبيه يعني خلينا نقول واقعيا الستات اغلبهم بتلاقيها تضيع عمرها ووقتها بس مش صحتها. يعني هي اوريدي صحتها بتروح مع الوقت، بس فكره ان هي طول الوقت بتضحي علشان الولاد، علشان اولادي. ممكن يكون الراجل ده ما يستاهلش، بس هي طول الوقت انا عايزه اربي ولادي، انا مستحمله عشان ولادي. تمام، ضحي، بس لازم يكون في الطرف الثاني في تنازل. الدنيا اخذ وعطى، لو فضلت تدي على طول وفي عطاء بس من غير اخذ، انت لوحدك هتهنجي. بصي انا قلت في حلقه من الحلقات قبل كده ان التنازلات دي بتصنع المعجزات، بس التنازلات اللي بتصنع المعجزات دي بتبقى في حدود، في حدود ان انا ما اجيش على صحتي، في حدود ان انا ما اجيش على طاقتي، في حدود ان انا ما اجيش على ثقتي في نفسي. ضحي طبعا، بس ضحي في حدود، ضحي في حدود ان انت اساسياتك موجوده. الامهات اللي بتضحي بكل حاجه في الدنيا، او الازواج اللي بتضحي، او الزوجات اللي بتضحي بكل حاجه في الدنيا، صدقوني بيبقى عندها يعني شويه زعل ان هي مستنيه بقى مقابل. دي بتبقى حساسه جدا جدا. ضحي ضحي في بيتك. ازاي؟ ساعات شويه زياده مع اولادي، اجي على نفسي شويه واسهر استنى جوزي، لكن اضحي ان انا مثلا جوزي مثلا عيان، ان انا اروح يعني اقول له تعالى انت تعبان من ايه، انا ممكن اضحي بجزء من جسمي، او ان انا مثلا ولادي جوزي مش معاهم او مش متابع معايا اي حاجه، فانا اللي ابقى الراجل والست والاب والام. لا طبعا، ضحي بحدود. لو كنت لوحدك طبعا التضحيه بتزيد يا شيري. صحيح. بصي، هو المشكله لو رجعنا من الاساس هنلاقي ان الامهات، يعني امهاتنا الجيل اللي قبلنا، دايما لما بتحصل فيه هنا درجات معينه من مشاكل تخلي تقول لا انا مش هضحي، تلاقي الام دايما تقول لك ايه، استحملي، معلش عديها، هتخربي بيتك بايدك، ضحي بس في ليفل. فهنا الام لازم توعي بنتها
اللي لسه ما اتجوزتش، الصبية اللي مقبلة على الجواز، قولي لها ضحي بس هنا عند الكرامة ونقف. ما ينفعش اضحي طول الوقت، اتضرب وعدي. حضرتك لما تفضلي دايما تضحي 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 وتقفي عند كرامتك، هنا انت هتخسري كل حاجة، كل حاجة هتخسرها يا ياسمين.